بفضلها احتل هتلر أوروبا، جعلت أمريكا وروسيا أقوى دولتين في العالم، فضلت كوريا الشمالية الجوع مقابل امتلاكها، وتحاول إيران إخافة العالم بها، ونشب خلاف بين السعودية وأمريكا بسببها، بدونها لا فائدة للنووي، وواحد منها يغني عن سرب من الطائرات. الصواريخ البالستية هدية هتلر لأباطرة الحروب. الصاروخ البالستي أو القوسي هو صاروخ يتبع مساراً، يتأثر فقط بقوة الجاذبية، ومن هذه الميزة أخذ اسمه، وهذا أيضاً ما يميزه عن غيره من الصواريخ التي قد تتأثر بعوامل أخرى. وهذه التسمية ليست ماركة عسكرية ولا اسم شركة مصنعة وليست نوعية الصاروخ، وإنما هي تسمية تطلق على أي صاروخ يمتلك هذه الصفة البالستية التي تتبع مساراً قوسياً منحني يسير قرب الأرض ويصل لمدايات بعيدة، وقادر على حمل قنابل ولا يتأثر إلا بالجاذبية. وأول من أدخل هذه الفئة من الصواريخ حيز الخدمة هي ألمانيا النازية زمن هتلر، حيث سجلت أولى التجارب عام 1938، وكان مداه في ذلك الوقت يصل لـ200 كيلومتر، وهو من نوع V2. وقد ساعد هتلر في إخضاع كثير من الدول إبان الحرب العالمية الثانية، حيث كان قادراً على إصابة الأهداف بدقة وإحداث دمار هائل. وبعد سقوط النازية تسابقت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على امتلاكه، وأحدثتا تطويرات كبيرة عليه ليصل إلى أبعد مدى ممكن، حتى بات عابراً للقارات. كما أن أمريكا استخدمته لإطلاق أقمار صناعية للفضاء، وخرجت أنواع جديدة منه مثل صواريخ سكود وريدستون وصواريخ الR2 و5 و7 و9 و360. ولاحقاً تسابقت دول أخرى على تصنيع هذه الصواريخ أو امتلاكها نظراً لما يشكله من تهديد كبير للطرف المستهدف، فهو صاروخ يمكن إطلاقه من أي مكان تقريباً تحت الأرض أو فوقها أو حتى من البحر، كما يمكن إطلاقه من منصات متحركة كالغواصات وحاملات الطائرات. وهذه ميزة لا تملكها سوى 5 دول في العالم، هي أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا. كل هذه المزايا جعلت الصاروخ البالستي حلماً لدول عديدة ترغب بإرهاب من يعاديها، فكوريا الشمالية تحتفل باستمرار بامتلاكها هذا النوع من الصواريخ سيما العابرة للقارات منها، كما تذكر إيران باستمرار أنها تمتلك هذه الصواريخ وأنها قادرة على تهديد الأهداف البعيدة لها في إسرائيل وأوروبا. وعام 2019 نشرت مواقع إسرائيلية تقارير عن دخول السعودية على خط تصنيع الصواريخ البالستية، وليس غريب هوس جيوش العالم لامتلاك هذه الصواريخ، فهي قادرة على إصابة الأهداف البعيدة بدقة فائقة، ولا يوجد حتى الآن تقنية لإيقافها بفعالية، كما أن معظم الرؤوس النووية تحملها صواريخ بالستية وهي تغني عن استخدام الطائرات، حيث لا يمكن التصدي لها، ويكفي أي بلد أن تمتلك كمية كبيرة من هذه الصواريخ لتغنيها عن إرسال دباباتها وطائراتها للحرب، ولا ينافسها في العالم إلا صواريخ كروز، والتي سيتم الحديث عنها في فيديو قادم، فانتظرونا.